قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم واحد بيجري من كيان مخيف بيحاول إن هو يهجم عليه ويقتله، لكنه بيدخل على أوضة أبوه بسرعة، وهنا بيتصدم لما بيلاقيهم مقتولين، فبيقرر إن هو يستخبى بسرعة تحت السرير وبياخد السلاح اللي أبوه كان شايله. بس بعد شوية بتظهر إيدين مرعبة جدا جنبه ومستحيل تكون إيدين بني آدم. بعدها بيتشال السرير من عليه والكيان بيقتله بأبشع طريقة ممكن أي حد يموت بيها. وهنا بنشوف مدينة هادية جدا في أمريكا وبتكون الناس كلها في حالها. بنتعرف على تشارلي اللي بيكون راجع بالموتوسيكل بتاعه على البيت، وبيقابل صاحبته لارا اللي بيكون معجب بيها. بعدها بيرجع على البيت عشان يساعد أمه لأنهم كانوا ناقلين جداد. بس بعد شوية بيخرج على المدرسة وبيقابل حبيبته إيمي وبيفضلوا يتكلموا شوية عن حياتهم. وهنا بنشوف مارك بيكون متضايق جدا من علاقة إيمي مع تشارلي لأنه كان معجب بيها. وبعد المدرسة بيجي صاحبهم آد وبيعرف تشارلي إن آدم بقاله كام يوم مختفي ومحدش بيرد عليه. لكن الواضح هنا إن تشارلي ما بيكونش مهتم للي بيحصل، فبيحاول هنا إن هو يهدده بفيديوهات كانت معاه، فبيعرف آد إن هو هيجي معاه بعد المدرسة ويروحوا على بيت آدم. بيروح تشارلي للبيت مع صاحبته إيمي وبينسى إن هو يروح مع آد عشان يشوف آدم. بعدها بيشوف أمه بتتكلم مع جارهم الجديد واللي بيكون اسمه جيري، لكن الواضح إن هو وراه سر كبير. وآد بيكلم تشارلي عشان يجيله بسرعة وإلا هينشر الفيديوهات بتاعته على النت، فبيروح آد عشان يقابله. بيقرروا هنا إن هما يروحوا على بيت آدم، وده عشان يعرفوا هو مختفي ليه عنهم. ولما محدش بيفتح ليهم الباب بيقرروا هنا إن هما يكسروه عشان يدخلوا ويعرفوا اللي بيحصل بالظبط. بيفضل آد يتكلم مع تشارلي وبيعرفوا إن جارهم الجديد جيري بيكون مصاص دماء، وده لأن تصرفاته غريبة جدا ومش بيقدر يظهر في الشمس كتير وكمان مقفل كل الستاير. طبعا تشارلي بيكون فاكره بيهزر، وفي الاخر بيتخانقوا مع بعض، وبسبب كده كل واحد بيرجع تاني على البيت بتاعه. وفي الطريق آد بيشوف جيري بيكون واقف قدامه لكنه بيكون خايف جدا منه وبيفضل يجري. بيحاول جيري ان هو يقرب عليه عشان يفهم اللي بيحصل ويسأله كمان عن سبب خوفه. بيهجم عليه من رقبته وبيفضل يمص في دمه. وتاني يوم في المدرسة تشارلي بيعرف ان آد ما جاش على الفصل وبيقلق اكتر عليه. بيروح له البيت عشان يسأل عليه، فالاسرة بتعرفه ان هو اصلا ما رجعش من امبارح. ولما بيطلع للأوضة بتاعته بيشوف فيديوهات غريبة على الكمبيوتر بتاع صاحبه واسمها جيري. بيتأكد هنا ان هو فعلا مصاص دماء لما بيشوف ان كاميرات المراقبة مش بيبان فيها، وكمان بيمشي كتير جدا بالليل. ولما بيرجع على البيت بيشوف جيري بيكون واقف قدامه وبيطلب منه شوية بيرة. بيفضل واقف على الباب ومش قادر يدخل للبيت، وبيكون مستني تشارلي ان هو يسمح له بالدخول. بس هنا بيكون شاكك فيه وعشان كده مش بيدخله البيت وبيديله الحاجة من على الباب. ولما بيطلع للأوضة بتاعته بيشوف صاحبته إيمي بتكون مستنيه عشان تتكلم معاه، لكنه بيكون مش عارف يكلمها في حاجة بسبب المشاكل اللي بتحصل بيه واصحابه اللي عمالين يختفوا. وبعد شوية بيصحى تشارلي على صوت واحدة بتصرخ وبيكون جاي من بيت بتاع جيري، فبيتصل بسرعة بالشرطة عشان تروح على البيت، لكنه بيضحك عليهم بكلمتين وبيرجعوا تاني. بعد شوية بيخرج من البيت بالعربية بتاعته، وتشارلي بيستغل الفرصة عشان يدخل على البيت بتاعه. بيدخل من باب المطبخ عشان يشوف الشقة وبيلاقيها كلها فاضية جدا وما فيهاش أي حاجة. وهنا الشبابيك بتكون كلها متغطية بالورق، وده عشان الشمس ما تدخلش ليه. وفي الدور التاني بيشوف أدوات غريبة جدا وبيفضل يصور فيها كلها. في الوقت ده بيرجع تاني جيري على البيت وبيحاول تشارلي ان هو يستخبى في الدولاب بتاعه، بس بيكتشف ان في باب سري في الدولاب وجواه اوض كتير مقفوله زي السجن. وفي اوضه منهم بيلاقي البنت اللي كانت عماله تصرخ وبتكون محبوسه ومش عارفه تخرج. بعد شويه بيسمعوا صوت جيري وهو جاي عليه، فبيقرروا ان هم يستخبوا في الاوضه بسرعه. وهنا بيشوفوا هو عمال يمص في رقبه البنت المحبوسه، وبنعرف ان هو بيعمل كده كل لما بيجوع. ولما بيخرج جيري من الأوضة بيحاول تشارلي إن هو يفتح الباب بتاع البنت عشان تهرب معاه، بس هنا جيري بيكون واقف وشايفهم وما بيهربوا وبيكون قصد إن هو يعمل كده. وأول لما البنت بتخرج من الباب بتتبخر على طول من قدامه، فبنعرف إن جيري بيكون حولها لمصاص الدماء وعشان كده بتتحرق أول لما بتتعرض لأشعة الشمس. في البيت تشارلي بيحاول يعرف أمه إن جيري بيكون خطر جدا عليهم، وطبعا مش بيقدر يقول لها الحقيقة. وفي المدرسة بيفضل يدور على حد يساعده وبيلاقي واحد اسمه بيتر بيعمل عروض مسرحية. بيعرف إن هو عنده خبرة في قتل المصاصين الدماء، لكن في الآخر بيعرف إن هو مش خبير ولا حاجة. ولما بيعرفوا إن في واحد جارهم بيكون من مصاصين الدماء بيفضل يتريق عليه ومش بيصدقه. وهنا بيحس تشارلي إن هو وحيد في المشكلة بتاعته، وبيرجع تاني على الأوضة وبيحاول يحمي نفسه بكل حاجة ضد مصاصين الدماء. ولما أصحاب تشارلي بيحاولوا يطمنوا عليه، جيري هنا بيظهر قدامهم وبيفضل يمص فيهم. وهنا لما بيرجع عشان يخبط على تشارلي بيعرفهم جيري إن هو مصاص دماء ومش بيفتح ليه، فهنا بيكون جاب آخره منه وبيطلع خط الغاز اللي في الأرض وبيولع البيت عشان يخرجوا منه. بيطلعوا بسرعة عشان يركبوا العربية وبيحاولوا إن هم يهربوا منه قبل ما يوصل ليهم،
لكن في الآخر بيقف قدام عربيتهم وأم تشارلي بتكمل عليه وبتخبطه عشان تموته. بعدها بتيجي عربية عشان تخبط فيهم وتشارلي بيروح على السواق عشان يمص دمه. وبينزل تشارلي ومعاه صليب في ايده وبيحاول يحمي بيه نفسه من جيري، لكنه بيهجم عليهم عشان يموته وامه بتلحقه في اخر وقت قبل ما جيري يحوله هو كمان لمصاص دماء. وبيهربوا تاني بالعربيه، لكننا بنعرف ان هو بيكون لسه عايش والباقي بيروح على المستشفى. بعدين بيتر بيتصل على تشارلي عشان يرجع له بسرعه، وده بعد لما عرف حقيقه جيري. وهنا بيعرفوا ان هو بيكون من النوع النادر لمصاصين الدماء وبيخلي الضحايا بتاعته بتكون تحت رحمته وسيطرته، لحد لما بيدخل عليهم آد واللي بيكون شكله تحول وبيبقى مع القبيلة بتاعت جيري. بيفضل يهجم عليهم عشان يحولهم، لكن بيتر بيقدر يهرب منه وفي الآخر بيقطع إيده. بيحاول تشارلي مع إيمي يستخبوا منه، بس بعد شوية بيوصل لهم تاني وبتفضل المطاردة ما بينهم. وبيقدر تشارلي إن هو يضرب آد بالفاس في رقبته، لكنه بيفضل عايش. وهنا جيري بيرجع تاني عليهم وإيمي بتفضل تضرب بالنار عليه، ولما بتعرف ان الرصاص مش بيأثر فيه بتضربه هنا بالمية المقدسة اللي بتحرق كل وشه وبيهرب. وقد بيكون لسه عايش هو كمان وبيقرر ان هو يقتل تشارلي عشان يخلص منه. وقبل ما بيعمل كده بتقدر امي ان هي ترجع عليه وبتساعد صاحبها ان هو يقتل آد، وفي الاخر بيتحول هو كمان لرماد وبيختفي من قدامهم. بيحاولوا ان هما يخرجوا من البيت وبيدخلوا على حفلة بتكون قريبة من البيت بتاعهم، لكن جيري بيكون مراقبهم من بعيد وبيقدر يخطف ايمي تاني وبيفضل يمص في دمها. وهنا بيرجع تشارلي على بيتر لان الوحيد اللي يقدر يساعده ان هو يخلص على جيري. بنعرف ان بيتر بيكون خايف جدا يموت وعشان كده مش بيروح مع تشارلي، لكنه بيديله خشبة سحرية اللي لو قتل بيها جيري هيقدر يرجع تاني اصحابهم لبشريتهم. بيرجع على المستشفى عشان يطمن امه، وبعدين بيجيب كل الادوات اللي هيحتاجها في قتل جيري. بيروح على البيت بتاعه وبيفضل يكسر في كل الازاز وده عشان الشمس تدخله. وهنا لما بيطلع الأوضة السرية بيسمع صوت إيمي بيكون جاي من أوضة وفجأة بتختفي في الأرض. وبعدها بيظهر تاني بيتر قدامه وبيعرف تشارلي إن هو رجع عشان يساعده، فبيروح على الأوضة السرية وبينزلوا من المكان اللي نزلت فيه إيمي. بيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان لحد لما بيطلع لهم جيري مرة تانية وبيحبس تشارلي مع إيمي في الأوضة. وهنا بيتر بيكون خايف جدا وبيفضل يضرب النار على جيري لكنه مش بيتأثر بيها. بعد شوية بتوصل باقي المجموعة بتاعت جيري وبيخلصوا كلهم على بيتر وبيقتلوه. وهنا تشارلي بيكون مش عاوز يقتل حبيبته إيمي، فبيقرر ان هو يطعنها بالسكينة عشان يهرب منها. بيفتح الابواب عشان الشمس تدخل للبيت وبتحرق كل المصاصين اللي موجودين وسطهم وبيلحق بيتر منهم. بيكون في مصاصين لسه عايشين والحل الوحيد قدامهم ان هم يقتلوا جيري، بس هنا تشارلي بيجيله فكرة حلوة ان هو يولع في نفسه وبيروح بسرعة على جيري. بنعرف ان هو مش بيتأثر بالنار وده عشان كان لابس هدوم ضدها. بيفضل ماسك فيه لحد لما البيت كله بيتكسر، وهنا بيشوف قلب جيري بيظهر قدامه، فبيستغل الفرصة هنا ان هو يقتله بالخشبة السحرية وبيرجع تاني كل اصحابه للبشرية. وبعد لما بيخلص عليه بترجع كل حاجة زي ما كانت وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عاوزنا ان احنا نعمل تاني افلام لمصاصين الدماء اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.